يقول بقي يعقوب عليه السلام بعض المفسرين قال 40 سنة أعمى، شيخ كبير يبكي في الليل والنهار، ثم سجد ليلة من الليالي وهو في السجود يبكي أعمى، شيخ كبير فقد ولديه ومحزون ومهموم، حتى يقول وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. كان يبكي أبو بكر إذا قرابي في صلاة الفجر فيبكي الناس، وعمر إذا وصل بعد ما تولى الخلافة ويصلي بهم قال كل عمر يقرأه، فإذا وصل إلى قول يعرفون الناس إن عمر إذا وصل إلى هذا المقطع وقف وبكى وبكى الناس، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يقول في السجود اسمع يعقوب يقول يا ربي أما ترحم ضعفي؟ أما ترحم شيبتي؟ أما ترحم كبر سني؟ أما ترحم ذلتي؟ أما ترحم فقري؟ قال فأوحى الله إليه في ليلة وهو نبي مكلم قال يا يعقوب وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي لو كان يوسف ميتا لاحيت لك. ثم جته البشرى في اليوم الثاني قال لا تيأس من روح الله، لا تيأس، ترى الفرج ياتي، هي الأيام والغير وأمر الله ينتظر، أتيأس أن ترى فرجا؟ فأين الله والقدر؟ إنما العسر يسرى، إنما العسر يسرى، دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. العظيم الواحد هو الله، المالك هو الله، الصمد هو الله، القهار القدير الغني الله وحده، لا ينفذ أمر في الدنيا إلا نفذ في السماء. والله يأتيك الفرج مثل اللمح، لكن اصبر، احتسب، كفارة، إعانة، واصل، انتظر، لا تيأس من روح الله. روح الله، فرج الله، نصر الله، توفيق الله، قرب الله، حفظ الله، رحمة الله، لا تيأس، لا تعترف باليأس، واصل، واصل.